هسه هي هاي القضية اللي احنا قاعدين يعني مهتمين بها كثير، يعني والله لأنه كاك مسعود ما يقبل أو يزعل لا، هذه قرارات أول المحكمة الاتحادية قدمت إليها عدة دعاوى من عدة أطراف، وكانت هناك معاناة كبيرة لشعب يذبح من الجوع، شعب يعاني، موظفين، معلمين، مهندسين لديه لا يستلموا رواتب لمدة 6 أشهر وسبعة أشهر بسبب ماذا؟ بسبب مشكلة عملية التخادم على سرقة ونهب. أرجوك قبل أيام أنا شفت صور كردستان قبل الديمقراطية. أستاذ حيدر، أنا شفت قبل أيام صور لبنية مهندسة طالعة تريد تتعين وانضربت، يعني شفت هاي الصور بالبصرة، ها بالبصرة، يعني لن هذا لن هاي تصير استاذ عدنان، تصير وانه بغداد وما نقبلها واحنا ما نقبلها بالمناسبة. لا بس اسمح لي، احنا ما نقبلها ايضا بت البصرة بالتربيل بت الانبار ما اعرف منه، هذا كله ما مقبول. احنا بدنا نتحدث انه الدستور اولا، بالعكس هسه هاي الخطوة خو هم المفروض يفرحون بها لسبب بسيط، لأنه أولا راح يخفف عبء كبير كان على إقليم كردستان. هذا الملف مؤرق جدا لحكومة إقليم كردستان لمدة سنوات طويلة، ما قدروا يوصلون إلى حل ونتيجة بسبب خلافاتهم. أولا قضية إيقاف التصدير من إقليم كردستان خو مو المحكمة الاتحادية ولا بغداد، هذا قرار خارجي ومحكمة دولية، وبالتالي منو اللي تغرم؟ أنت تعال سولف لي منو اللي راح يدفع غرامات إلى تركيا؟ راح تدفعها بغداد من موازنة بغداد أيضا من نفط البصرة، يعني كلهم رجع عن الغرامات والفلوس براس بغداد همينة. زين أنت سنين طويلة أكو اتفاق موقع بيناتنا، اتفاق نفطي، أنت تجي تسلم عائدات النفط. أنت سنين من ايام عادل عبد المهدي من كان وزير النفط ما ادري وزير الماليه في وقته وقع هذا الاتفاق النفطي اللي هو حبيبهم وصديقهم وشريكهم ايضا، وما امتثلوا نهائيا. كل مره يقولون اعطونا الفلوس مع الموازنه وبالتالي ما يعطون. نيجي بعدين مجددا نقول لهم يابا واردات المنافذ يا اخوان، خل تجي حكومه السوداني تجرد هاي الواردات وينها؟ طيب فلوسها وينها؟ يقول لك لا لحد يدخل ولا على اخر. توقف عند نقطه، طيب انت ما تريد تطلب فلوس ولا تريد تطيب، بس اسمح لي بهاي. وبالتالي زين وين المشكله اذا انه مواطنين اربيل، مواطنين السليمانيه يستلمون رواتب حالهم حال ولد البصره ولد بغداد؟ طيب